ابتديت الشغلانه دي من وانا عندي بتاع 13 سنه. الشخصيه والله بتعافر يعني. فن الطبخ يجمع احمد مالك وهدى المفتي في مطعم الحبايب. يا شيف ومش شيف. انت منافسة كوميديا وأجواء مليانة بفن الطبخ، كل ده بدأ الجمهور يتابعه على منصة شاهد في مسلسل مطعم الحبايب اللي بيجمع عدد من النجوم أبرزهم بيومي فؤاد، انتصار، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، وبطولة أحمد مالك اللي بيقدم دور الشيف صبحي. الشيف صبحي الشخصية والله بتعافر يعني، زي الشباب كتير يعني عندها حلم وشغف وطموح ونفسها تحققه يعني، نفسها تثبت نفسها في الدنيا. والجمهور كمان بدأ يتعرف على شخصية وديدة اللي بتقدمها هدى المفتي واللي فيه من وراها رسالة مهمة قوي. ما بتخبيش عيني. هي شخصية جديدة، أول مرة أقدم حاجة كده. هي شاف ومش شاف، هي هتبدأ ان هي مش شاف بعد انها تتحول لشاف. الشخصية هتختلف قوي من الاول للاخر، وهتعلمنا حاجة ان احنا ما نحكمش على حد خالص، ان ما ينفعش نحكم على حد من اول ما نشوفه ان هو اي حاجة ايا كانت في الحياة، وان الانسان ممكن يتغير بالوقت، وان الانسان لو لقى ناس تحبه وناس تعلمه وناس كده طبعا بيتغير للاحسن. والاتقان العمل ده كان لازم الكل يكون ضليع اكتر في عالم الطبخ، والموضوع ده شكل تحدي لاحمد مالك. 8 برجر، 6 كبده، 5 سوسيس، 2 بانيه، 1 مكرونه وايت صوص، 2 بيكات. طبعا عالم الطبيخ عالم جديد، واعتقد مفيش دراما ناولته قوي، وان انا اتعرف عليه وان انا انزل المطابخ وان انا اتعلم طبخ وان انا اخش اصلا جوه المطبخ واشوف الناس ازاي بتتعامل جوه وبتاع. الموضوع تقيل مش سهل خالص، الموضوع ادرينالين عالي جدا وتوتر عالي وبتاع، فكان عالم جميل. بس النتيجه كانت مرضيه وخلتهم يتعلموا بعض الطبخه. اتعلمت اعمل ام علي. كفايه بقى احنا كده بنحرق، بصي حلقه حلقه انا هيجيبوني من قفايا. بحب الطبخ قوي وبعرف اطبخ وبحب الاكل، بس بحب الاكل الحلو، مش اكل اللي هو بس سد جوع، انا بحب الاكل اللي طعمه حلو. اتعلمت الحمام المصحى الشريف، يعني امي بتعمل حمام حلو قوي ربنا يخليها، وتعلمت بقى ايه اور الحمام واقفل الحمامه واحط الحمامه كله بقى الحمام، انا بحب الحمام. طيب ومن اجواء المطعم والمطبخ مين بيعزم احمد مالك وهدى المفتي من النجوم في حال كانوا بيملكوا مطعم فعلا؟ في الشباب بقى اصحابنا الجيل بتاعنا بقى كله، عازم طه، عازم عصام، عازم داش، عازم هدى، عازم سلمى، عازم اسماء، عازم الجيل كله بتاعنا. هجيب كريم سامي طبعا، هجيب طارق عماد، لا هجيب ناس كتير برضه، هجيب احمد مالك طبعا عشان يخلص الاكل كله. فالصداقه بينهم واضحه، والموضوع ده خلى الكواليس تبقى ممتعه اكتر. الكواليس كانت ممتعه جدا، احنا بنصور طول الوقت كان في لوكيشن واحد اللي هو المطبخ، يعني ده اللوكيشن الرئيسي بتاعنا، فقعدنا في الاستوديو كتير، قعدنا حوالي شهرين يعني قاعدين في وش بعض كل يوم. بعدين معانا اساتذه كبيره جدا، الممثلين كلهم اساتذه وعندهم قاعده قويه جدا في الكوميديا، فده كان منعكس يعني عندنا في اللوكيشن، فالموضوع كان لذيذ قوي. الكواليس ما بيننا ان انت تشتغلي مع شخص، ان احنا اصدقاء بره الشغل، ان احنا نشتغل مع بعض دي حاجه صعبه، دي مش حاجه سهله خالص. احمد كمان شخص حاد قوي في الشغل وجد قوي في الشغل، فما بيسمحش بنقطه هزاره ولا دلع او كده، الشغل شغل والهزار هزار. الشغل مع احمد صعب وسهل في نفس الوقت.